وفي محافظة المنوفية تم تنفيذ عدد من القوافل الطبية تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة بمركز الشهداء بالتعاون مع جامعة السادات والإدارة الطبية بالشهداء. هذا وقد استفاد منها 1800 مواطن من كشوفات وتحويلات صرف الأدوية وتلقي لقاح كورونا مجانا. كما تم عمل جولة ميدانية أيضا بمركز أشمون بالوحدات المحلية بإيطاليا والبرانية، وتم تفقد أعمال الإنجازات بمشروعات حياة كريمة ونسب الإنجاز أيضا.